مراقبة ومتابعة يومية لتموين الأسواق بمختلف المواد الأساسية، عملية يسهر عليها أعوان التجارة بردع كل المخالفين وكذا إيقاف عملية تخزين المواد الأساسية. حاول ديما تمد بالوحدة، كيس واحد ولا كما قارورة واحدة تاع 5 لتر ولا تاع 2 لتر، ديما تمد بالوحدة. هذا ما كان إن شاء الله ما تقلقوش طول، كما نقولوا احنا راهي المواد واسعه الاستهلاك متوفره بكميات تكفي واكثر ان شاء الله. نتمنى من الشعب يشري بالعقلانيه باسكو السلعه راهي تكون كل يوم متوفره. ولهذا الغرض لجنه تضم قطاعات التجاره، الفلاحه والجماعات المحليه لضمان السير الحسن للمنتجات خلال الشهر الفضيل. وهذا من خلال المتابعه اليوميه لتموين السوق بهذه المواد عن طريق فرق المراقبة لتتبع مسار هذه المادة ومراقبتها من حيث الوفرة والإنتاج. قوموا بجميع التحضيرات من أجل توفير جميع المواد الخاصة بخاصة الخضر الفواكه واللحوم، وبالتنسيق مع جميع يعني المتدخلين معنا في القطاع. المذابح بدورها اعتمدت استراتيجية خاصة لضمان تزويد الأسواق باللحوم البيضاء مع تسقيف أسعارها. أو السمنة رخيصة صاحبي، بالرأي 47 48 وهنا 35 وهزوش بغيت. خويا الله يبارك، سمة معقولة تناول الجميع ما شاء الله. لا بريباراسيون تاع شهر رمضان معظم إن شاء الله، فكل شيء راهو على حسن ما يرام. عندنا دجاج وافر ان شاء الله في كل الوحدات التابعه للمركب نتاعنا، والسعر راهو بسعر 350 دينار جزائري. تكثيف انظمه الانذار والرقابه باشراك كل الفاعلين بهدف رقابه اسعار المواد الاساسيه وتموين الاسواق بصفه دوريه.